السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما قامت المقاومة الريفية الجبلية ضد الاحتلال الإسباني والفرنسي، وخصوصا معركة الريف 1921، هذه المعركة أشعلت غضب إسبانيا والدول الاستعمارية كلها، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، ألمانيا، كل هذه الدول تحالفت على المقاومة الريفية الجبلية، حتى وقع إنزال الحسيمة 1926، أكبر إنزال في التاريخ المعاصر ضد مجموعة من المقاومين البسطاء في الريف وأجبالها. نفس السيناريو يتكرر مع المقاومة الفلسطينية الشامخة، حيث نرى اليوم تحالف الدول الاستعمارية مجددا ضد المقاومة الفلسطينية، وتدعم مشروعهم الصهيوني الذي وضعوه منذ بداية القرن 19 عفوا منذ أواخر القرن 19 في قلب العالم الإسلامي، وهو المشروع إنشاء دولة صهيونية. اليوم يجرمون المقاومة الصهيونية عفوا المقاومة الفلسطينية الباسلة، كما جرموا من قبل المقاومة المغربية الريفية الجبلية، وكل مقاومة قامت ضد الاستعمار كانوا يجرمونها ويعتبرونهم ناس ثوريون وقطاع طرق إلى غير ذلك. وبالتالي على جميع المسلمين أن يدعموا الحق، ولجميع أحرار العالم غير المسلمين أن يدعموا الحق، والحق أن المقاومة الفلسطينية مقاومة ضد الاستعمار الصهيوني الغاشم، والدعم الاستعمار الصهيوني لا يتم إلا من قبل الدول الاستعمارية السابقة التي أجرمت في حق الشعوب، وهي اليوم تدعم هذه الجرائم مجددا، فلا نستغرب ذلك. لكن على العالم الإسلامي وعلى العالم الحر، خصوصا في دول أمريكا اللاتينية والدول الأسيوية التي ذاقت مرارة الاستعمار وجرائم الاستعمار، أن تدعم القضية الفلسطينية حتى آخر نفس. والله مع القضية الفلسطينية، والله ناصر المسلمين دائما وأبدا، والحق ظاهر والباطل زاهق، ولو كره الكارهون، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.